السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بداية الناس اللي بتشوفنا لأول مرة يا ريت يشتركوا بالقناة ويفعلوا زر الجرس علشان يوصل لهم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. ومتابعينا الكرام الأفاضل يا ريت يضغطوا لايك ويشيروا الفيديو على صفحاتهم على فيسبوك وتويتر. بصراحة جماهير نادي الزمالك صعبانة عليا جدا جدا، كل الناس بتحفل عليهم. كان الأول التحفيل من قبل جماهير النادي الأهلي دائما وأبدا يعني، لا دلوقتي بقى التحفيل من كل مكان. فرج عامر بيسخر من مرتضى منصور وبيحفل على نادي الزمالك بعد تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل بعد تعادل نادي الزمالك مع سموحة، تعادل سلبي 0-0 وخسارة أو استمرار نزيف نادي الزمالك للنقاط بمسابقة الدوري المصري 10 نقاط في 8 مباريات. كلم مرتضى منصور زي ما قلت حضراتكم في الفيديو السابق على إن في شخص معين دفع أموالا على حد وصفه أموالا طائلة لإيقاف مسيرة نادي الزمالك وخسارة نادي الزمالك أو تعادل نادي الزمالك النهاردة أمام سموحة، وقال دفع الفلوس دي لساحر علشان يعمل سحر للاعبي نادي الزمالك والزمالك يخرج بالشكل اللي احنا شفناه ده. فرج عامر طبعا سعيد بالتعادل مع نادي الزمالك، طبعا نادي الزمالك نادي بالنسبة لسموحة زي ما قال حسام حسن فرقة كانت بتنافس على الدوري اوقات وفرقه موجوده في افريقيا في دوري ابطال افريقيا بتشارك، والتعادل معاها بالنسبه لسموحه شيء ايجابي يعني. فرد طارق فرج عامر على مرتضى منصور بكلام مقتضب لكن يوجع، بيسخر من كلام. قالك فرج عامر سموحه لا سحر ولا شعوذه، وطبعا المقصود بكلام مرتضى منصور زي ما قلت حضراتكم في الفيديو السابق برضه ان هو كان يقصد فرج عامر ان هو اللي دفع وهو اللي عمل وهو اللي جاب ساحر. ففرج عامر ردها له قال له سموحه لا ساحر ولا بنكسب بلعب لعبتنا، ما بنكسبش لا بسحر ولا بنعمل عملات ولا شعوذه. وفي نفس التوقيت واصل سخريته من نادي الزمالك او قصف جبهات زي ما بيقولوا بعد تعادله، مستغلا تعادل الزمالك مع اف سي مصر في اول في بدايه مباريات الدوري، ثم الهزيمه من ام بي، ثم الهزيمه من طلايع الجيش، ثم التعادل امام سموحه. وقال فرج عامر الضرب في الميت حرام، يعني جماهير نزلت لحقها من فرج عامر ولا من الاهلي ولا من الايد، الناس كرهت نفسها عم الحاج. شوفوا لهم اي حاجه تانية بقى. بالنسبه لخالد الغندور، خالد الغندور اتكلم عن مباراه الزمالك اليوم وقال الزمالك كان كويس اليوم ولكن غاب عنه التوفيق. اولا انا بتفق معاك جملة وتفصيلا يا خالد غندور، يمكن لاول مرة يعني الزمالك كان كويس فعلا لكن غاب عنه التوفيق وضيع فرص كتير. لكن خالد الغندور عايز اقول له على حاجة بسبب البوست او التويتة اللي كتبها التانية بخصوص انه بيبارك لنادي الزمالك. زمالك فريق 21 كسب النادي الاهلي النهاردة في مسابقة 21 مواليد 2001، الزمالك مواليد فريق 2001، فاز على النادي الأهلي وتصدر مسابقة بفارق، قالك بفارق كبير تخطى ال 11 نقطة في الدور الأول، لك مبروك تكرار فوز 2001 على النادي الأهلي في الأهلي، يعني هو سعيد بفوز الناشئين على النادي الأهلي وإن فريق الناشئين متصدر بفارق كبير بيعتبره كبير، خدوا بالكم الكلمة عشان هنرجع تاني نتكلم في القصة دي، فارق كبير تخطى الدور تخطى ال 11 نقطة في ايه؟ في الدور الثاني. ومبروك للكابتن احمد عبد المقصود وابني يوسف الغندور واللعيبة الرجالة. أنا عايز أسألك سؤال، أنت سعيد بفريق الناشئين، طب والفريق الكبير؟ الفرق بينه وبين النادي الأهلي دلوقتي 7 نقاط والأهلي لسه المباراة إن شاء الله يكسبها ب3 نقاط، يعني 10 نقاط إن شاء الله. وإحنا مش في الدور الثاني يا عم خالد، ده إحنا في الدور الأول، وده الفريق الأول المفروض اللي الناشئين بتخدم عليه. يعني فرق الناشئين كلها في كل القطاع او قطاعات الناشئين في كل الانديه هدفها خدمه الفريق الاول، تطلع لعيبه علشان الفريق الاول. فانت فريق الناشئين بتاعك سعيد وفين؟ في الدور الثاني. يعني ده احنا الزمالك فرق بينه وبين النادي حاليا لو النادي الاهلي ان شاء الله كسب المباراه 10 نقاط ولسه 8 مباريات في الدور الاول، يعني تقريبا منتصف الدور الاول والفرق الشاسع ده. ايه رايك عم خالد؟ نبارك معاك، بارك عم خالد للنادي الاهلي، خليه عندك روح رياضيه.
ومعلش هرضي لك للزمالك في قادم من القادم المواعيد بقى، ولا خليكوا على نغمة الزمالك قادم، الزمالك قادم يعني. بالنسبة لأسامة السويسي، أسامة السويسي علق على مباراة الزمالك النهاردة وتعادله مع نادي سموحة بخصوص صرف مكافآت لاعبين الزمالك أول أمس بعد مباراة طلائع الجيش، يعني اجتمع مرتضى منصور وقال لك هنصرف 10 مليون جنيه للعيبة. فأسامة السويسي قال لك ال 10 مليون جنيه بتساوي نقطة يا بلاش، يعني بعد المباراة بتاعت طلائع الجيش وقعد معاهم وصرف لهم 10 مليون حصيلة الزمالك في مباراة اليوم أمام السموحة بعد الصرف ال 10 مليون نقطة واحدة التعادل. اتكلم عن تصريحات مرتضى منصور الساحر والشعوذة، قال لك لم أنتظر طويلا حتى جاء التصريح المنتظر، السحر سبب التعادل مع سموحة. طيب ما توفر الملايين وتتعاقد مع الساحر وترتاح، كلام مظبوط. انت عندك سيديهات لكل الناس يا عم مرتضى، طب ما تشوف لك ساحر كده واخد بالك يشتغل معاك على طول، خليه تكسب كل البطولات. ده بالنسبة لموضوع السحر والشعوذة. بالنسبة لسيف زاهر، واعتقد ان هو محق اسامة السويسي في التغريدة بسبب سيف زاهر. سيف زاهر بعد مباراة النادي الاهلي وطلائع الجيش قطع في الكابتن طارق العشري بسبب الطريقة الدفاعية، او اشاد للاسف، اسف، اشاد بطارق العشري بسبب الطريقة الدفاعية اللي لعب بيها النادي الاهلي. قال لك كان هو بيلعب وخطته ومش قصته، وانا مش زعلان انه كان بيشيد بطارق العشري لا، لكن النهارده نفس طريقة اللعب، هنعتبر ان طريقة لعب حسام حسن انه مقفل وقافل وبتاع وعايز النقطة، وده وضع طبيعي لان سموحة بيلعب الزمالك. فالنهارده بيهاجم حسام حسن بضراوة، يعني على اساس حسام حسن كان ممكن يلعب لعب مفتوح. سيف زاهر بيقال ان هو اهلاوي يعني، لكن اسلوبه وطريقته ما تعرفش. المهم قال لك ايه اسامة السويسي، سيف زاهر اللي كان يمتدح الفرق التي تدافع امام الاهلي فتح النار على حسام حسن وسموحة بسبب طريقته الدفاعية وحصوله على نقطة، ومش عاجبه تصريحات حسام حسن في المؤتمر الصحفي. بالنسبة للكابتن أو الدكتور علاء صادق، علاء صادق اتكلم عن مباراة زمالك وسموحة برضه، قال لك الحقيقة الزمالك تحكم في المباراة تماما وسموحة رايح القاهرة عايز نقطة وبس، لكن نحس المختل وراء ضياع 15 فرصة، أول مرة فريق يضيع 5 انفرادات وعشر فرص، يعني هو شايف ان نحس المختل هو سبب. لا كده كتير يعني، كده كتير، مش كل حاجه لبسها للعم الحاج يا عم الحاج، لا يا ابو الحاج. قال لك ايه الحق محمد، الحق الحق، اتكلم عن الحكم محمد الحنفي وادارته لمباراه النهارده تحكيميا يعني. قال لك الحق محمد الحنفي ادى مباراه جيده في ظل اصعب ظروف وضغوط في مصر، كفايه الجنايني وزناته والغندور والمذيع الطيشه، على يقصد حاتم بطيش المزيوي. قال لك سيف زاهر حاجه لازقه على الشاشه كده يعني، بس في وجود المذيع الطيشه ثنائي متفاهم ومنسجم يوقع اي قناه. يا عم ما هي هو مش هيقعوا علشان هم عندهم حقوق حصريه بالدوري المصري، فكده كده كلنا مضطرين ان احنا نسمع يعني. علاء صادق اتكلم برضو عن موضوع الانذارات والتمثيل اللي شفنا النهارده، ونجم في اكتر من كوره كورتين تقريبا خلال المباراه حاول انه يقع داخل منطقه جزاء نادي سموحه ويحصل على ركله جزاء، لكن محمد الحنفي ما خدش باله يعني. قال لك ايه تم تعديل، او محمد الحنفي تجاهل الموضوع يعني. قال لك تم تعديل قانون كره القدم ولا انذارات لتمثيل من لاعبي الزمالك، يعني القانون بيقول لك السيميوليشن التمثيل اديله انذار، انت بقى بتكبر دماغك ما عادي قدام الزمالك كله كبر. بس جيد يعني محمد حنفي النهارده والكفايه اللي هياخده من جماهير الزمالك ومرتضى منصور. قال لك المذيع الزملكاوي الطيشه نفس عينه بلطجه لاعيب الزمالك، بلطجي على الشاشات بميكروفون واللي يقرب يخبطه، واللي يقرب ماسك الميكروفون واللي يقرب يخبطه. قال لك برضه بالنسبه للاعب نادي الزمالك محمد عبد الغني لازم يطرد مرتين، أول مرة اكتفى بإنذار وتاني مرة كسف وعداها، ده بالنسبة لمحمد الحنفي. الحاجة الوحيدة قال لك بالنسبة الحاجة الوحيدة اللي عملها الاتنين مساعدين صح إنهم ما حسبوش أهداف للزمالك من الكرات اللي الكرات اللي طلعها من المدافعين، المدافعين نادي سموحة طلعوها من منطقة الجزاء، حكام على ما تفرج. ده كان كلام علاء صادق، وبعض التعليقات وسخرية الكابتن أو رئيس نادي سموحة فرج عامر من مرتضى منصور والضرب في الميت
حرام، ولا سحر ولا شعوذة. وتعليق خالد غندور: سعدته بفريق الناشئين نادي الزمالك. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر. لو بتشوفنا لأول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. السلام عليكم.